النهارده من الناحيه الفنيه. خلينا نتكلم على الناحيه الفنيه شويه، يعني ايه بعقلانيه شويه. ماتش انا من وجهه نظري ده اصعب ماتشات النادي الاهلي في البطوله، ولو كان لاعب السيتي كنت هقول كده، بس ماتش صعب جدا جدا جدا. هناخدها واحده واحده لعده امور. الامر الاول، واتمنى تكون اللعيبه انتهت منه وعدته خلاص، يعني خلاص حاجه في الماضي وعدتها. الخساره الغير مستحقه خصوصا بعد العرض بتاع الشوط الاول الماتش اللي فات، خساره الماتش اللي فات بتاثر شويه، بتعمل نوع من الاحباط للعيبه، خصوصا ان انت يعني انت حاسس ان انت رجلك في النهائي وقريب منها، وبقى هتروح في حته تانيه خالص خالص، وهتلاعب فريق من اعظم الفرق في العالم، لكن اللي حصل ممكن يعمل شويه احباط. ولكن في دوافع ان انا عايز اجيب الميداليه البرونزيه الرابعه، احنا قبل كده خدنا الميداليه البرونزيه 3 مرات، ففي فرصه لان المركز الثالث هياخد ميداليه برونزيه، يعني في جايزه. دي مش مراكز شرفيه، يعني ما بتكلمش على الخامس والسادس اللي اتلغى ده، لا انا بتكلم على مباراه هتجيب ميداليه برونزيه ان شاء الله لما تكسبها. فباذن الله خلاص الماتش اللي فات خلاص اصابكم بالاحباط، ولكن تحط ورا ظهرك الماتش اللي جاي اللي هو النهارده هتجيب ميداليه. فالميداليه ديت ميداليه برونزيه تضاف لميدالياتك اللي انت جبتها قبل كده في كاس العالم للانديه، يبقى عندك 4 ميداليات برونزيه. اتمنى ان شاء الله ان ما يكونش في احباط النهارده والدوافع تزيد، لانك بتلعب على انا هقول بطولة، انك انت تاخد اول او تاني او تالت تاخد ميدالية، فنوع من انواع البطولة بالنسبة لي انا ان انا اخد ميدالية برونزية خدت قبل كده 3 مرات، النهاردة ان شاء الله تبقى المرة الرابعة. الفريق اللي قدامك الفريق الياباني اوراوا الياباني، هو كمان عايز يكسب، هو كمان بيلعب على الميدالية البرونزية زيك زيه. شفنا الماتش اللي فات وشفنا الماتش الاولاني ضد بطل المكسيك، كان عنده سرعات عالية جدا وعنده لعيبة خصوصا في نص الملعب وفي الجزء الامامي لعيبه كويسه جدا، يعني المباراه مش سهله. عنده المدير فني بيلعب اخر ماتش ليه النهارده، فنفسه يلعب الماتش ده يجيب بطوله ثانيه، هو خد بطل اسيا مع فريق اوراوا الياباني، النهارده نفسه قبل ما يمشي، هو مدرب بولندي، قبل ما يمشي يجيب بطوله. البطوله بالنسبه له ان هو واخد المركز الثالث وواخد ميداليه برونزيه. بالتاكيد ضيق الوقت عامل مشكلة لجهازنا الفني. فرق بين الماتش والتاني 2 يومين، الماتش والتاني اللي بعده 2 يومين والتالت تلعب، لكن الجهاز الفني يمكن سمعناها كتير، وكان كل تركيزه على الفرص اللي بتيجي قدام المرمى وبتضيع. احنا أكتر فرقة بتخلق فرص وبتوصل قدام المرمى، وأكتر فرق بتضيع أجوال. تركيز مطلوب، التوفيق عشان نتكلم برضو على التوفيق وعامل التوفيق، والحكم الماتش اللي فات، حكم الماتش اللي فات بالرغم انه افضل حكام العالم وهيلعب الفاينل، ولكن من وجهة نظر الكثيرين ان الحكم الماتش اللي فات قراره بعدم احتساب ركلة جزاء مستحقة 100% لمحمود كهربا في الشوط الاول اثر على سيره ونتيجة المباراة بعد كده. في فرق لما تبقى انت الليدنج وكسبان 1-0 على الفرقه اللي قدامك، الفرقه اللي قدامك هتفتح في مساحات كتير جدا، انت هتبتدي تلعبها باسلوب تاني خالص، فانت دربكت الدنيا كلها بعدم احتساب البينالتي بتاعت كهربا. انا من وجهه نظري معلش يعني شايف ان دي كان فيها تعمد من حكم المباراه. لان كان في فار بر، كان ممكن يرجع الفار، كان ممكن الفار يتدخل. فانا بصراحه يعني في شكوك حوالين حكم المباراه وحكم الفار. فعامل التوفيق سيبنا بقى من الحكام، عامل التوفيق اتمنى النهارده التوفيق يحالف لعيبه النادي الاهلي، اتمنى النهارده التوفيق يحالف مستر كولر في اداره المباراه، وكلنا وراكم، كلنا كجماهير نادي اهلي كلنا وراكم. هنشوف النهارده جماهير نادي الاهلي العظيمه في المدرجات زي ما شفناها الماتشين اللي فاتوا. إن شاء الله النهاردة الميدالية البرونزية تكون من نصيب أبطال النادي الأهلي. خلصت جزء يعني من كلامي، لكن دلوقتي هنروح لفاصل
وبعد الفاصل هنستقبل الزميل العزيز محمد ديك عشان نتعرف منه عن صحف الرياضية النهاردة قالت إيه عن ماتش الأهلي وأوراوا اليابان.